السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كلشي مزيان؟ المهم البنات انا راه عرقتها، تغديت وساليت، عاد كنمونطي هذا الفيديو. المهم انا حتى كنجرب في راسي، عاد كنقول لكم داكشي واش زوين ولا ماشي زوين. تيقوني غدي ودايز هالكلام، ما شاء الله داكشي غزال تبارك الله. المهم جيت اليوم نشارك معكم غديوتي متواضعه، اللي هي عباره عن دجال زعلوك في الكوكوت. يعني عندك 4 دقائق الماكسيمو، 5 دقائق كيكون واجد، كيجي رائع، كيجي البنات تيقوني، كيجي فن. يعني بالنسبه للبنات اللي كيعكزوا يشويوه يعني وداكشي. المهم هذه طريقه المبتدئات سهله بسيطه. عندي الدنجال، مطيشه، الفلفله، الحار، الربيع، قزبر، معدنوس، والثومه. بالنسبه للعطريه غنحتاج غير الكمون وتحميره ومليحه وزويته بلديه، ضروريه، ضروري في الوصفات ديالي زويته بلديه، ضروري ضروري. المهم البنات ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير ان شاء الله. المهم انا غادي ناخذ الدنجال ديالي، يعني الخضيره ديالي راه كلها مغسوله ناضيه. غنقشر الدنجال، يعني ما غاديش نقشرو كله، يعني غنقشر النص، غنقشرو النص لا، راكم عارفين بحال هكذا، غنبقى غادا خط مقشر وخط لا. المهم غنقشرهم وغادي نقطعهم مربعات. اللي قشرتها غادي نديرها، يعني نقشر الدنجال ندير في كوكوت، نقشر مطيشه نديرها، الثومه نقطع الربيع. المهم بالنسبه للربيع ان شاء الله كيف ما غتشوفوا غادي يعني غادي من غادي نقطعو، غادي ندير غير نص نص، غنخليه للحوت ان شاء الله باش غنشرم الحوت، والنص غادي نديرو مع الزعلوك ديالي ان شاء الله باذن الله. وهانتوما معايا البنات خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله. هانتوما كيف ما شفتوا، دابا راني قطعت الدنجال ديالي مكعبات وجيت باش نقشر مطيشه. هانتوما شفتوا اللي قشرتها كيف ما كنقول لكم، كنديرها في الكوكوت ديالي، يعني ديروها في الكوكوت باش دغيا كيطيب. بغيتو ديروها حتى في المقيله، ديروها في اي حاجه، هو دغيا كيطيب الدنجال الزعلوك، كيطيب دغيا كيطيب. المهم هاي كيف ما قلت لكم، انا خليت داك الربيع باش غنديرو مع الحوت. دابا ندوزو العطريه ديالنا، كيف ما قلت لكم غندير غير مليحه والكمون والتحميره وشويه ديال الزيت البلديه وصافي، هادشي اللي كاين البنات. We'll be right back.
هانتوما البنات من بعد ما درت العطريه ديالي زدت واحد ربع كاس ديال الماء غير احتياط، المهم ربما نسها ولا شي حاجه راكم عارفين. درت ربيع ديال كاس ديال الماء صافي، وغنسد عليها دابا ان شاء الله حتى تطيب. دابا من بعد ما درت الزعلوك ديالي كيطيب، دزت داك يعني داك الربيع زدت معاه الثومه وهشيتو مزيان، وغنزيد عليه مليحه. دابا انا كنعصر عليه الحامض، اللي ما عندهاش الحامض دير الخل، المهم اللي بغات شي حاجه. انا المهم داك العظيمات اللي طاحوا لي راني حيدتهم، المهم باش تكونوا على بال. ودرت الكمون والتحميره ومليحه صافي، وبديت كنشر من الحوت ديالي. انا درت الحوت هنا درت شرن، يعني جبتو كبير شويه وقطعتو على جوج، راكم عارفين يعني باش كيجي حتى في القلي ويجي اختي حتى في الفريق تبارك الله، الا داو حبه كبيره اش غيبقى. المهم كل واحد دي نصيص ديالو، اللي بغى يزيد داك الساعات يزيد نصيص ماشي مشكل. المهم تنضحكوا صافي البنات، تبارك الله الخير موجود الحمد لله. صافي راه كيف ما شفتوا دابا درت داك الثومه والربيع، وزدت عليها التحميره والكمون ومليحه، وعصرت عليها واحد نص حامضه. عرفتي واه الشرموله كتجي رائعه البنات، وسيتو الا كان عندكم مزاود هكذا زيدوا معاه المزاود كتجي زوينه. المهم زدت واحد شويه ديال الماء صافي، وغنخلط كل شيء. ما كاين اللي كيبغي يدير الزيت في الشرموله، انا ما كتعجبنيش الزيت في الشرموله، يعني كيعجبني ندير ميها ولا لا كان يعني هكذا ندير ما ندير حتى شي حاجه يعني عادي. هانتوما كيف ما شفتو قلت لكم شريت الشرن ديالي، يعني قسمته على جوج، راه كبير تبارك الله قسمته على جوج. دابا غادي نشرملو وهانتوما معايا خوتي. المهم البنات دابا من بعد ما شرملت الحوت ديالي خليته كيرتاح، دزت دابا دزت البطيطه راني يعني قشرتها. هاكو شتو مريم قالت لك انا اللي نقطع بطيطه، عندي هاد القطاعه ديال البطاطا يعني كنقشر ونقطع فيها وكنحط في الماء تما كيف ما كتشوفوا، يعني انا ما نبغي نقلي ان شاء الله، عاد يقرب الغدا ان شاء الله عاد نبدا نقلي. ها انتم البنات ها هو الحوت ديال دا سميتو الزعلوك ديالي من بعد ما طاب، راني جالسه كنمعس في داك الثومه وداك الحاره مزيان، يعني كيف ما كتشوفوا انتم داك الرويسات ديال الثومه هما كنمعسهم، كتجي واحد الريحه يا البنات عاطيه رائعه ديال داك زويته بلديه مع داك الثومه وداك الشيء. ونوضي لا لا مولاتي راه في الاخر السيمانه هذا الشيء ما كيبقى لنا في الثلاجه غير الدنجال ومطيشه. ديري لا لا شي كوكوت ديال الزعلوك تكون شهوه منها، وحطي اللي قسم الله. المهم كيجي رائع، كيجي هاد الزعلوك كيجي فن كيجي. المهم راني بديت دابا كنقلي بطاطا، راه قربنا الوقيته ديال الغداء، انا كتعجبني بطاطا يعني نحطها سخونه. المهم راني كنقلي بطيطا دابا وهانتوما معايا صافي. دابا من بعد ما قليت البطاطا دابا غندوز للحوت ان شاء الله باذن الله. درت هنايا الطحين، زدت فيه واحد شويه ديال الملحه، المهم راني درت عليه واحد شويه ديال الملحه باش داك الجليده حتى هي كتجي ملحه ديال الحوت. وصافي غنبدا نمرمد الحوت ديالي وغنبدا نقليه ان شاء الله باذن الله. المهم انا بالنسبه للحوت داك الزيت اللي قليت فيه بطاطا راني نقصت منه، يعني نقصت منه داك الزيت ونقصت الزيت، ما خليتش داك الزيت كله داك الكميه، ونفس نفس المقله نفس كل شيء، يعني نقصت غير الزيت شويه وصافي. نفس الزيت قليت فيه بطاطا قليت فيه الحوت، يعني حيت غير ديال الغدا. المهم الحوت ديالنا دابا كان طيب، والحيد اللي طيبتها كنحيدها كيف ما كتشوفوا. صافي تنكمل ان شاء الله باذن الله، ونتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله باذن الله. وهاي غدي وتنايا البنات ما شهيتكم، شهيتكم في الجنه ونعامها ان شاء الله باذن الله.
واش تهز عليك كي كيجي غزال وخا طاب راه باقي داك اللوينات ها الكحيحل ها الحميمر كل حاجه بلاصتها. شوفوا الحوت كي جا مقرمل ما شاء الله، والطيطه ديالنا حتى هي جات زوينه. شفتوا الحوت كي كي جا، انا كيعجبني الحوت يعني يكون محمر يعني يكون طايب مزيان. المهم البنات الاخوه الاخوات، كنتمنى هاد الغديوه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. كيف ما كنقول لكم كل وحده خيرها في دارها وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما غداكم. وشكرا لكم على المشاهده بزاف بزاف، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه، شكرا لكم بزاف البنات. شكرا، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.